خاطر انا كنت ندرس في جامعه، كان الجمهور وكان ذا جماعه غلقوا بالسيارات، غلقوا ابواب السكان، غلقوا عليهم الديار، الناس حبت تخرج، واحد حب يخرج ما يسمعش الدرس، تسالو انت اسمع الدرس بالذراع ولا ويجي للجامع بالذراع، ما يجيش للجامع بالذراع وما يسمعش الدرس بالذراع، بغى يخرج يلقى الباب مسكر بالطوموبيل، قعد هو وعياله حتى صلينا العشاء وجينا خارجين، وبعدين جاء قالوا كنا نسمع في الدرس، ما انا ما يهمنيش تسمع الدرس وتصلي هذا شغلك، لكن شوف ماذا ترتب عن ذلك. ما يجوز الناس سبحان الله العظيم، حتى وان كان انسان يهودي كان كافرا بالله، لا يجوز لنا ان نؤذيه، ولا يجري منكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، كفره عليه ويهوديته عليه ونصرانيته عليه، لكن هل يجوز للمسلم ان يؤذي غيره؟ الجواب لا. ولهذا المسلم في اخلاقه الفاضله من سلم الناس من يده ولسانه. لسانك يسلكوا منك الناس، ويدك يسلكوا منك الناس. مر النبي عليه الصلاه والسلام كان جالس عند امنا عائشه، وهذا الحديث راه في صحيح البخاري، وكان يقول لها يا عائشه هذاك اللي يسكن في المضرب الفلاني الناس كل راهي تشكي من الاخلاق السيئه، وعنده اخلاق الجيران تاعو ما حملوهاش، وراه ياذيهم باخلاق الذميمه السيئه. سبحان الله، والنبي يهدر عليه لعائشه من فلان هو هذاك الشخص، فتح له النبي الباب ورحب به ودخله وطعمه، وعائشه تنظر وتسمع. بعد مده خرج الرجل، لما خرج قالت له موش هذا هو اللي كنت تحدثني عليه، والان حليت له الباب ودخل وكذا، قال بئس اخو العشيره يا عائشه، ان شر الناس من تركه الناس. علاش خلاوه؟ يقول روح خلينا منه. علاه؟ ان شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، اخلاقه سيئه، اخلاقه ذميمه، تربيته غير لائقه، لا نجلس معه، لا نجلس معه. ولهذا الاسلام الحنيف نوه بهذا الجانب. أنا نسمع أنا ناس يهضروا على الشريعة، يهضروا على الصلاة، أنا ماذا بيا يكثروا دروسه في التربية والأخلاق؟ خذي العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاصفح الصفح الجميل.